فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لأحد أئمة المساجد منع الجلوس في صلاة الفجر كصلاة الشروق، يقول هذا الأمر من الأوقاف، هل يجوز الكلام هذا؟ إيش؟ منع الجلوس في صلاة الفجر. نعم. صلاة الشروق. إيه. يقول هذا من الأوقاف. يعني يريد يغلق الباب؟ إيه نعم. والله سمعنا هذا، سمعنا أن جاء تعميم، لأن يعني إذا انتهت الجماعة تغلق الأبواب. الحمد لله كل سمعنا وأطعنا، وإذا كان يحب يقرأ ويذكر الله في بيته، أو إذا كان يمكن أن يلتزم لهم يقول أنا ألتزم لكم بأني إذا خرجت أغلق الباب، إذا وافقوا طيب. نعم.